نذهب إلى الخبر التالي معنا أيضا عبر شروق نت. وفيه الشيوعي يهاجم الإمارات والسعودية ويصفهما بالمحور الإسلامي العربي الرجعي. دعا الحزب الشيوعي السوداني أحد مكونات قوى الحرية والتغيير حكومة الانتقالية لسحب القوات السودانية من اليمن، متهما دولتي الإمارات والسعودية بالتآمر لإجهاض الثورة السودانية. جاء ذلك على لسان السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في ندوة سياسية بمدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، والتي قال فيها: نطالب الحكومة الانتقالية إنهاء كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة غير شرعية مع جهات أجنبية، وندعو لسحب القواعد العسكرية والأجهزة الاستخبارية والانسحاب الفوري من المحور الإسلامي العربي الرجعي وسحب قواتنا من اليمن. طبيعة هذا الوصف. خليني قبل طبيعة الوصف وما جاء في ندوة الأستاذ الخطيب، يعني نتكلم عن الحزب الشيوعي. هو بوصفه واحد من مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير. نعم. واحد من مكوناتها، مش مكونات، مكوناتها الأساسية، لأنه الممثل بتاعه الباشمهندس صدي يوسف هو كان عضو لجنة من 4 ولا 5 أشخاص هي اللي بتتفاوض مع المجلس العسكري. بما يعني أنه الحزب الشيوعي السوداني هو شريك حقيقي في هذه الحكومة، حتى إن كانت تصريحاته غير ذلك. دي أنا أفتكر جزئية مهمة جدا، وكان يجب أنه قوى إعلان الحرية والتغيير في ترتيب بيته من الداخل أن تحكم ضبط وتصريحات والأداء السياسي بتاع الحزب الشيوعي بوصفه هو واحد من منظومة قوى إعلان الحرية والتغيير. للأسف أنه ده ما حصل حتى الآن. الأمر الثاني، الحزب الشيوعي السوداني سيعلن على الملأ أنه هو غير شريك في الحكومة، لكن لو رجعت لكل الشخصيات الموجودة هي منتمية للحزب الشيوعي وجاية عبر مواصفات أخرى، منظمات مجتمع مدني، تجمع مهنيين، بغض النظر عن الشكل، لكن هم في النهاية ينتسبوا للحزب الشيوعي، وهم معترفين وعارفين، وتاريخنا السياسي بيقول كده ولا يمكن ينكروا. بالتالي الحزب الشيوعي إذا كان هو أصلا غير مشارك في هذه الحكومة ويريد أن يمثل المعارضة، كان عليه حاجتين: الأولى أنه ينسحب من قوى إعلان الحرية والتغيير، الثانية أنه ما يترك أي واحد من ممثلينه أنه في الجهاز التنفيذي، بعد ذاك يجلس معارضة. لما يكون الوصف بهذه الشكل انت بتكون مطمئن ان والله الحزب الشيوعي ده شغال معارضه، بعد كده من حق اي حزب يشتغل معارضه. لكن المعادله الان مختله، ان تكون جزء من قوى اعلان الحريه والتغيير، وان يكون عندك ممثلين في الجهاز التنفيذي وبعد شويه في الجهاز التشريعي، وفي نفس الوقت تكون بتمثل المعارضه وبتنتقد في حكومه حمدوك وبترفض يعني حتى الخطيب امبارح استخدم عباره، يعني اي معارض لهذه الحكومه ممكن يستخدم هروله حمدوك الى الخارج لجلب الدعم. دي عباره استخدمها الحزب الشيوعي، وحمدوك ده جبته انت كقوى اعلان حريه والتغيير، وجبته انت كحزب شيوعي شريك في هذه المساله. انا افتكر انه دي معادله مختلفه جدا، يا تشتغل معارضه يا تشتغل في الحكومه عشان تكون مسؤول امام ادائك تماما. طيب تاثير التصريح، التصريح انا افتكر بيكون سالب تاثيره، لانك انت لما تتكلم عن 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 رؤى زي دي، يعني قال له زي 5 أو 6 قضايا ممكن يكون في اتفاق على 2 3 منها، ما في مشكله، لكن كونك انت يعني داير تعارض الوسط العربي بتاعك، داير تعارض دول الجوار، داير تعارض المجتمع الدولي، حتتعامل مع منو؟ لابد انه في السياسه انه يكون عندك على الاقل مساحه، لانك كيف ممكن تخترق الاخرين وكيف ممكن تتكلم. لكن لو بدينا نتكلم عن كل قضيه على حده، فعلا عندنا اشكالات. يعني انت لما تتكلم عن سحب القوات السودانيه من اليمن، يمكن الكلام ده اللي احنا قلناه في احاديث سابقه جدا، يعني ما عاد هذه الحرب بتاعت اليمن دي مجديه وما عادت مفيده، يجب كان من وقت مبكر جدا حتى من ظل النظام السابق كان يجب أن يعيد النظر في وجود هذه القوات في اليمن، وأنه يتجه إلى مساعدة السعودية في الحل السياسي لهذه المشكلة، لأن الحل العسكري مهما طال برضو أنت حترجع للحوار والتفاوض والحل السياسي، وده حصل في كثير من النزاعات. فأنا أفتكر أنه في كلام من الذي قاله هو الناس قالته، لكن حقه يمشي عبر القنوات الرئيسية بتاعته. طالما أنت جزء من هذه الحكومة حقه توديه عبر القنوات الرئيسية، وطالب الحكومة دي بهدوء شديد جدا أنه تعيد الترتيب وتشوف كيف ممكن السودان يعني بعد كده يعيد النظر في وجود القوات السودانية فيه. يمكن الكلام ده برضو يتقال على التصريحات اللي ظهرت قبل يومين، انه في عشرات الالاف من السودانيين ماتوا في اليمن، وانه جثثهم ما سلمت لاهاليهم وكذا، ده برضه انا افتكر بيكون فيه جزء كبير جدا من الحرب على المساله نفسها وعلى المشاركه نفسها. لكن ختاما انا بقول وجهه نظري الشخصيه انه يجب على الحكومه انها تعيد النظر في وجود القوات السودانيه في اليمن،
وتدعم الحل السياسي، لأنه الحرب عمرها ما كانت حل لمشكلة. نعم، شكرا جزيلا دكتور عبد الملك النعيم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لك. شكرا لكم حسام، وشكرا حمزة، وشكرا لكل الذين تابعونا.